وهل الإنسان من وجهة نظرك لما بيكون عنده وعي أو لما بيكون عنده قدر عالي من الإدراك بيقدر إن هو يتحكم في مشاعره، بيقدر إن هو يحسن حياته، بيقدر إن هو يواجه مشاكله أكتر؟ لو هنجاوب على السؤال ده كده في المجمل، الإجابة طبعا آه، بس في حاجة مهمة جدا احنا محتاجين ناخد بالنا منها، ألا وهي إن الوعي كوعي هو سلاح ذو حدين. يعني إيه سلاح ذو حدين؟ سلاح ذو حدين لو أنا رحت لمرحلة أو عمق ما من الوعي والمعلومات اللي أنا استفدتها وتعلمتها ديت وبقيت أكثر وعيا عن نفسي وأكثر وعيا عن المحيط اللي أنا عايش فيه، وبدات اطبق اللي انا اتعلمته دوت وامارسه بشكل مستمر في حياتي، فده معناه ان انا هكون انسان احسن يوم بعد يوم. ده الجانب المشرق من الوعي. امتى الوعي بيكون مشكله كبيره لصاحبه؟ الوعي بيكون مشكله كبيره لصاحبه لو الوعي تحول فقط لمجرد ان هو معرفه، لمجرد معلومات. ولو انا ما بطبقش المعلومات في الحاله ديت، الوعي ده هيكون جحيم لصاحبه، لان بشكل عام لو احنا بناخد المعلومات او بنزود وعينا وما بنطبقش الكلام دوت، فده بالتاكيد هينعكس بالسلب على حياتنا ومش هيخليني انا انسان احسن يوم بعد يوم. اوكي، فاحنا محتاجين نتحكم حتى في درجه الوعي او في شكل الوعي اللي بيكون عندنا. واعتقد انه من خلال كتاباتك كمان مثلا زي نسختك الافضل، ازاي قدرت توصل للقارئ انه يكون دايما احسن، انه يكون دايما افضل في حياته، انه يعرف يطور من نفسه؟ الحقيقه كتاب نسختك الافضل كله هو بيتناول محور واحد بس من محاور علم النفس الايجابي. لان علم النفس الايجابي فيه طبعا كذا 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 محور من المحاور الرئيسيه اللي فيه، لكن محور اساسي من المحاور اللي موجوده في علم النفس الايجابي اسمه محور المعنى من الحياه او مينينج اللايف. ازاي الانسان يعيش حياه ليها معنى، وازاي الانسان يعيش حياه ليها لازمه، وازاي ان هو يكون له دور في الحياه ما يكونش انسان عايش بالسلام. فكتاب نسختك الافضل الحقيقه تناول المفهوم المعنى من الحياه بشكل عام كاحدى تداخلات او كاحدى تطبيقات او كاحدى المحاور الرئيسيه لعلم النفس الايجابي بشكل عام. والانسان ما بيوصلش ان هو يعرف المعنى من حياته ويعيش حياه ليها معنى او يعيش حياه ليها قيمه الا لما يعمل اول خطوه، وهي خطوه كبيره مش صغيره يا استاذه رانيا، ان هو يزود وعيه بنفسه وبالمحيط اللي حواليه.